يقبلون على خير الليالي الليالي العشر الأخيرة. ومن وصات نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمنا الصديقة رضي الله عنها نخرج بهذه الفائدة التي لا تنبغي أن تغادر القلب ولا أن يلتفت عنها. اللهم إنك عفو في ليلة القدر، في ليلة المجاهدة والمكابدة بعد الظمأ الناصب وبعد العبادة الشاقة وبعد الليل الساهر، إنك عفو. سبحان الله، تحب العفو فاعف عني. والعفو إنما يكون عن مخطئ أو عن عقوبة أو عن جريمة، ومعنى ذلك أنما تأتي إليه برحمته وبفضله. لا تستكثر عملك ولا ختماتك ولا صلواتك ولا ركعاتك ولا سهرك، إنما ذلك محض منة الرب عز وجل الذي إن من عليك بعفوه فقد فزت بهذه البركة والبشارة العظيمة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي دانية بين يديك: أبشر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الحسنات التي تراكمت عبر الأيام والساعات والليالي تذهب بها هذه الليلة، تذهب ظلماتها بأنوار هذه الليلة المباركة لمن أتاه مفتقرا ووقف بين يديه منكسرا ولاذ به متضرعا به أن يصل إليه. وهذا هو أجل مقام وأعظمه وأبركه وأزكاه للنفس، أن تأتي به إليه كما قلت لك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلتجعل عيدك ليليا، فلتجعل عيدك نابعا من سجداتك، فلتجعل فرحتك نابعة من ضراعاتك بإقبالك على ربك. فإنه تبارك وتعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تحب أن تأتي؟ أبشر. قال رب العالمين: من أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا أمر لا يعبر عنه، وإنما يحياه القلب. كلما اقتربت، كلما علوت، كلما ذللت، كلما ارتفعت، كلما دنوت، كلما استفيت ورقيت ونقيت، فكنت بشرا حقيقيا نابضا بالحياة ينبوعا من النور والبركة والرحمة، سائرا خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إمام العابدين الذي شرفه رب العالمين بوصفه بالعبودية، لأنها أعظم صفة يحلاها الإنسان، أن يكون عبدا بتمام الحب وكمال الذل لله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا ميدان الذل لله عز وجل، وهو ميدان العزة للإنسان. وأبشر، كلنا خطاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وخير الخطائين التوابون. وما أجمل التوبة التي ترفع العبد من طينه وكدره، فيصفي نفسه ويخلص قلبه لله عز وجل فيرقى. لست أقل من غيرك، بل أنت قد تصل، ليس الأمر بفصاحة اللسان ولكن بفصاحة القلب. كم من إنسان يدعو الله عز وجل بدمعته الساكتة، كم من إنسان يدعو الله عز وجل بقلبه لا يستطيع أن يجد حرفا يسكب فيه ما في قلبه. وإن الله عز وجل يطلع على قلبك، على خفقات سرك، على خزانة صدرك، فلتكن هذه الخزانة مليئة بالإقبال عليه، بطهارة القلب، بخلوص السر، بالعفو عن الناس. لا مشاجرات، لا مشاحنات. خلص نفسك من خصومات الدنيا، سامح الناس، ارفق بهم، تعال على خصوماتك، كن مقبلا على الله عز وجل.
لعل الله عز وجل إذا رآك عافيا عن عباده يعفو عنك، وإذا رآك خالص السر في الإقبال عليه وأنك تحبه أن يبارك لك في جسدك في عملك في تسبيحة تعتقك من النار. مقبلون على خير الليالي الليالي.